بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، احلى طبق شوربة خضار تحفة، بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ما بياخدش منك وقت، بس بتدي طعم حلو وبتحطي عليه نكهة كده جميلة، لان الطعم بيبقى جميل. اهم شيء لما يكون حد تعبان وعيان تقدم له الاكل بشكل حلو، وتقدمه له بصورة جميلة، وتقدمه له بطعم جميل. حبيت بس اوريكم احلى شوربة خضار عملتها ازاي، بابسط الطريقة واسهل الطريقة، ما بتاخدش منك وقت، اهم شيء الطعم. يلا بينا هنخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب، ومطبخ عبير على الفيس، ونشوف احلى شوربة خضار اتعملت ازاي. يلا بينا حبايب قلبي، صباح الخير وصباح الهنا والسعادة، او مساء الخير عليكم بالهنا والسعادة يا رب العالمين. بصوا بقى، انا عايزة اقول لكم حاجة مفيدة جدا. دلوقتي احنا لما يكون حد تعبان عندنا، اكتريه الناس بيعملوا ايه؟ شوربه الخضار، حطوا على الشوربه وخلاص. لا، بصوا البصلايه دي حته سمنه صغيره، بصوا البصلايه مش بتحمر، تدبل بس زي ما انتم شايفين كده، ماشي. هنا انا جايبه دي شوربه خضار، انا عاملاها في البيت، عندي الفاصوليا مخزناها، والجزر جبته، والكوسه جبتها، بحطهم بس كده. ثانيه واحده بس، ثانيه احطهم. بصوا كده حبايب قلبي، احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ زي ما انتوا شايفين حطيناها، وحطينا واحده مرقه وبنشوحها كده بس، وشويه فلفل صغير، لازم تدوا طعم للحاجه، ولازم الحاجه اللي ياكل منها ياكل ونفسه مفتوحه، هو نفسه مقفوله من التعب والعلاج وكل حاجه بياخدها. يعني اهي برضو دي هتاخد كده بالظبط كده تشويحتين، على اساس ان الكوسه تتشرب ويبقى طعمها حلو. بس هوريها لكم برضو كده تاني، تتشوح كده معاكم، واوريكم بقى كل حاجة. معلش عشان صوتي تعبان شوية، معلش حقكم. شفتوا بقى يا حبايبي، اهي زي ما انتم شايفين، بصوا اتشربت ازاي، الكوسة وكله اتشرب من التطعيمة كلها. حطيت شوية حبهان مطحون على واحدة مرقة، على شوية فلفل اسمر صغيرين، بطعم الحاجة عشان الواحد ياكل بنفس، لان دي هتتعمل على مية. اهي وادي ازازة مية زي ما انتم شايفين بقى كده، تستوي ونحطها في الطبق نغرفها، وفي الاخر بنشوف الملح ونظبطها. طريقه سهله وبسيطه وحلوه جدا، وتفتح النفس. بدل ما تعملوها يا جماعه مسلوق، حرام، هما ما بيستعملوش حاجه، وانتم عارفين ماما تعبانه قوي وبطنها يعني وجعها، ومش مستحمله اي شيء ولا اي اكل. اهي اهي الكوسه مغذيه، والجزر مع الفاصوليا مع البطاطس، كل ده اهي شوربه متكامله، مع ان انا عندي شوربه وعندي لحمه وفراخ والحمد لله، بس هي مش قادره تاكل حاجه. عشان كده حبيت اقول لكم دي نصيحه وحاجه مهمه جدا، شوربه الخضار تتعمل بطريقه حلوه، وتتعمل كده انها تاكل منها تفتح النفس، ما بقاش حاجه مش هي والتعب كمان عليها، يعني مش ندوس عليهم كمان وتبقى هي تعبانه، ونديها اكل ملهوش ولا طعم ولا لون ولا ريحه. شوربة الخضار لما بتتحط على الشوربة على طول كده، اي خضار يتحط على الشوربة على طول، بتلاقيه طعم وحش جدا، بيبقى زي طعم المستشفى، وبيبقى طعمه مش حلو. احنا لازم يا جماعة نخلي بالنا من النقطة دي، بعد اذنكم تتشوح بنقطة زيت، بحتة سمنة صغيرة، بأي حاجة، انها طعام الاكل، طعام الاكل اللي تخلي اللي هياكل نفسه تتفتح منه. معلش انا اسفة، بس انا بقول لكم ملحوظة وبقول لكم حاجة، انا مش عايزة اطول عليكم والله. بس بقول لكم يعني ازاي نهتم بالمريض عندنا واللي تعبان عندنا، وازاي نعمل شوربة الخضار. طبعا دي ناقص لها مثلا نقول بسلة، انا مش عايزة برضو اكتر علشان خاطر القولون تعبان، ادي حاجات بسيطة وتريح المعدة وتريح القلب. انا بس اهم شيء الطعم، الطعم يكون حلو وجميل، دي اهم حاجة. تستوي بقى واغرف لها في الطبق، واوريكم الطبق اللي احنا هنغرفه شكله ايه وعامل ازاي. والف سلامة على كل مريض، وربنا يشفي امي ويشفيني ويشفي اختي ويشفي كل مريض يا رب العالمين. وان شاء الله كده تخلص الشوربة ووريكم الشوربة، ومعلش لو كنت طولت عليكم، بس لازم نراعي المريض اللي معانا في البيت ونعمل له كل حاجة حلوة، ماشي. يلا تخلص اوريها لكم حبايب قلبي، ايه رأيكم؟ والله والله بصوا، بص الشوربة اولا جميلة ورايقة ازاي، والله كمان مرة اكنك عاملاها على فريخ. الحتة اللي انت بالسمنة ديت ان انت تقلبي فيها الخضار تحفة وجميل، بس يعني مش هقدر
اقول لكم زيادة غير كده، طعمها حلو مظبوط، الملح بتاعها مش حادي مع المرقة، مديه طعم حلو قوي. ادعوا بقى لامي ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب العالمين، وان شاء الله كده نشوفكم في الخير والهنا والسعادة، وبالف هنا وشفا اللي هياكل، وبالف هنا وشفا اللي هيشوف. احلى شوربة خضار والله، مستنية رأيكم والتعليقات بتاعتكم وكلامكم الجميل وشوربة الخضار الجميل. ماشي، اشوفكم على خير، واشوفكم في كل جديد مع مطبخ خبير وماما على اليوتيوب ومطبخ خبير على الفيس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.